ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصدقائي وأحبابي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم حسن خطك بالشخبطة مع سعيد سليمان. والنهاردة هنكمل قواعد كتابة خط أرقى. هنكتب هنا قواعد كتابة خط أرقى. القاعدة الجديدة النهاردة هي قاعدة الحروف المطموسة أو الحروف المطموسة في خط أرقى. الحروف التي تطمس رؤوسها في خط أرقى، الحروف التي تطمس رؤوسها في خط رقعة هي حروف كلمة معوفق. حروف كلمة معوفق. كلمة معوفق ضمة حرف الميم الرسمة مطموسة، حرف العين والغين. يا جماعة الحرف العين والغين يطمسوا لما تيجي وسطية أو متصلة منتهية، لكن مبتدأ مفتوحة. يبقى كده بالشكل ده، اهي العين بالشكل ده الوسطية. حرف الواو، طبعا حرف الواو سواء مفرد او وسطي او متصل منتهي، قصدي في اخر الكلمة، برضو مطموس. حرف الفاء بالشكل ده، حرف القاف بالشكل ده. بدي القاعدة كلمة معوفق. أمثلة حرف الميم، طبعا معرفة، مثلا كلمة معرفة، معرفة بس ميم، العين برضه متموسة، الراء اهيت، الفاء اهيت، التاء مربوطة، بصوا ميم والعين والفاء مطموسين. العين طبعا الفاء والقاف. القاف قال القاف وسطية مفتوحة، هي والفاء ماشي، منتهية بتبقى مقفولة والفاء مفتوحة. القاف مقفولة والفاء مفتوحة في آخر الكلمة ماشي. فبعث ف باع ث، برضو نفس الطريقة هي يا جماعة بالشكل ده. المعلومة التانية أو القاعدة التانية، طبعا يا جماعة جميع حروف خط رقم زي ما قلنا قبل كده بتكتب فوق السطر. فوق السطر معناها الحرف الأخير في المقطع أو الكلمة ليه علاقة مع السطر، ممكن يكون فوق السطر، ممكن يكون تحت السطر كده. فأنا برتفع بأول الكلمة
او الحرف الاول في الكلمه لدرجه ان الحرف الاخير يبقى علاقته بالسطر صحيح، يبقى ايه علاقته بالسطر صحيح، يبقى قد تعلو، قد تعلو بدايات، بدايات بعض المقاطع، بعض المقاطع ليرتكز آخرها على السطر، ليرتكز آخرها على السطر. مثال: حرف الميم، ميم ألف، بص يا جماعة بالها، ادي الألف اهو، بصوا ارفع دي، ميم راء، واخدين بالكم الميم اتلفت عن الميم الأولى، ميم محمود مثلا، كلمة محمود بص الميم فين يا جماعة؟ أهي أهي، عشان الواو تكون على السطر بالشكل ده، أهي ماشي. يبقى كده إيه؟ الميم وضعها بالنسبة للحرف آخر المقطع، الألف طبعا كده قريب من السطر تبقى قريب، الراء طبعا وضعها أعلى، المحمود بترفع خالص عشان الواو تبقى إيه على السطر. حرف السين مثلا، كلمة سيد مثلا، سيد بص كده أهي قريب خالص من السطر. طيب سجد، بجيب كده من فوق أهي، سجد ارتفعت برضه عنها. سجودا بص كده، سجو أهي، جودا، سيد سجد سجودا. مثال برضو نكمل: جاء، جاء، جاء الجماهير بس كده من حرف ألف طبعا قريبة من السطر. حسن، أنا طلعت فوق أهي دي كده أهي. خليل بص يا جماعة تطلع فوق برضو عنها شوية أهي أهي، عشان اللام تكون على السطر بالشكل ده. جاء حسن خليل. طبعا احنا شايفين الارتفاعات بتاعه الجيم، الحاء، الخاء، الميم، الميم هنا، الميم هنا برضو، السين بالشكل ده ارتفاعاتها مختلفه حسب عدد حروف المقطع وارتفاع المقاطع بالنسبه للحرف السطر الاخير او علاقه السطر الاخير بالسطر، علاقه الحرف الاخير بالسطر. هناخد معلومة بسرعة كمان، معلومة واحدة كمان، إن في دورانات في الحروف زي حرف السين حرف اللام دي بنسميها كاسات، سماها إيه؟ كاسات. يبقى الكاسات في حروف خط رقعة تكتب فوق سطر طبعا، طبعا الكاسات زي حرف السين ديت كاسة اهي، حرف الصاد كاسة اهي، حرف القاف، حرف اللام، حرف النون، حرف الياء، دي كلها اسمها كاسات لأنها تشبه الكاسة، دوران الكاسة بتاعت المية ماشي. يا ريت لو عجبكم الفيديو يا ريت سبسكرايب ولايك وشير، ويا جماعة يا ريت ندعم المحتوى المفيد، يا رب يكون أفدتكم. تقبلوا تحياتي، سعيد سليمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيراً.